ملهم كيالي سوري 22 عاماً الاختراع جهاز تحويل المياه إلى وقود. جهازي اسمه الوقود المائي. الجهاز يقوم بتفكيك الماء H2O إلى مكوناته الأساسية الهيدروجين والأكسجين HHO. نقوم بحرق الهيدروجين للحصول على طاقة لتشغيل أي محرك يعمل على الوقود كالوقود البترولي أو أي مستقات البترول. ولكن ميزات هذا الجهاز أنه أول شيء بيئياً ناتج حرق الهيدروجين هو بخار الماء، فنحن نفكك الماء بدون إضافة أي مواد أخرى خارجية بالماء فقط عن طريق توليد نبضات من دارة مولد نبضات. فلا يوجد أي ناتج من نواتج CO أو CO2 التي ممكن تلوث الجو، فهو بيئياً ممتاز بالنسبة لهذا الموضوع. إيش اللي عايز تعمله في عندك الخمس أسابيع هذه؟ لأن أنت قلت أشياء كثيرة يعني عندك. يعني أنا طرحت بالبرزنتيشن إنه ممكن أشغل طيارة استطلاعية، ممكن طيارة، ممكن محرك سيارة، ممكن أشغل سفينة على ميل البحر نفسه. في الموضوع يعني أنا كل ما بفكر في شغلة بيطلع معي تطبيق جديد. ملهم كيالي